في سباق دام حوالي 3 ساعات و53 دقيقة و4 ثواني تمكن الفرنسي كيفين موريل من الفوز بسباق الأيرون مان الذي أجريت أطواره بمراكش، متبوعا بالإسباني أربيرتو مولينو والفرنسي أرتور أورسو. السباق جمع بين المحترفين والهواة، وشمل السباحة بحوض لالا تكركوست، وسباق للدراجات على مسافة 90 كيلومتر، ثم سباق نصف الماراثون الذي أجري بالمدار الدولي مولاي الحسن بمراكش. المنافسة كانت قوية بين الجميع، والكلمة في الأخير كانت لأصحاب الخبرة واللياقة البدنية العالية. كان سباقا جيدا والتنظيم في المستوى، وتعين علي الإسراع وكسب متسع من الوقت على متن الدراجة لمعرفة المسبقة بأن الجري ليس نقطة قوتي. كان علي بذل كل ما في وسعي لأجل الظفر بهذا السباق، وتحقق لي ما تطلعت إليه. في صنف الإناث كان اللقب من نصيب الأسترالية ليزا أوتهالر، متبوعة بالإسبانية جوديت كاراشان والإيطالية مالغورزاتا أوتوروسكا. سباق النواعم لم يختلف عن منافسة الرجال، إذ طغت الندية والتشويق على جميع المراحل. فزت بهذه النسخة من أيرون مان هنا بمراكش، تظاهرة رائعة ومتميزة بتنوع المسابقات، كان تحديا قويا، مسار السباق كان مسطحا وسريعا، أنا جد سعيدة بوجودي في النسخة الأولى. مسرورون جدا للظروف التنظيمية المصاحبة لسباق الأيرون مان، والأزمنة المحققة تبعث على الارتياح إن لدى الذكور أو الإناث، وهي أوقات جد مميزة. عموما كل شيء مر على أحسن ما يرام، ونضرب الموعد العام المقبل للأبطال في نسخة جديدة. دورة أولى بالمغرب كانت ناجحة، واستطاع المنظمون أن يبرهنوا لأزيد من 70 دولة أن المغرب قادر على رفع جميع التحديات، كان ذلك بشهادة جل المشاركين الذين أجمعوا على أن مراكش تتوفر على كل الإمكانيات الطبيعية والبنية التحتية اللازمة لاحتضان عرس رياضي كبير من هذا الحجم.